شكل كده مش هعرف اسلاك يا توحة. وتسلاني ليه بس يا باشا؟ عشان انت عاملة زي المخدرات، كل ما الواحد ياخد منك جرعة يبقى التراجع صعب قوي. ادمان لكن مش مضرة بالصحة. مين قال؟ ده انت يا توحة مضرة بالصحة وتسبب الوفاة. مش قوي كده، ما تبالغش بقى يا باشا. لو اكتر من كده وحياتك، لدرجة ان الرجل الكبير بتاع قصر المريوطية طلبك تاني يا توحة. لا، كله الا الراجل ده. انا بقى مش ناسي اللي عمله في جسمي، معلش ده مش بني ادم. بس ده ما ينفعش نقوله لا. انا بقى صاحبة الشأن وبقول له لا. بتهزري ولا ايه يا بت؟ لا مؤاخذة يا باشا، ده جسمي وانا حرة فيه، وبعدين اللي اتعمل فيه مش قليل. برضه اللي خدتيه مش قليل. طب انا بقى صاحبة المصلحة وبقول لا. وبعدين يعني يا باشا انا ما بروحش لحد بيته، ما بجيش يعني غير ليك انت وبس. وحياة امك، يعني انت عايزه الباشا بجلالة قدره يجي لغاية عندك؟ لا يجيلي ولا اروح له. يعني ايه؟ يعني مش رايح. كبرت يا توحة وبقالك رأي وبتقولي اروح ده وما اروحش لده. فوقي يا باشا. فوقي. ما تنسيش نفسك، انا اللي عملتك يا توحة. اتعدي بدل ما عدلك اروح امك. كده مش كنت دلوقتي ادمان؟ بقيت اتعدلي اروح امك؟ ليه كده بس؟ ليه؟ الله مخزيك يا شطان. انا اسف يا توحة، انت حبيبتي اللي وردتيني اعمل كده. توحة، احنا موجودين في الدنيا دي عشان نسعد الناس، بنقدم لهم خدمات زي اي حد بيقدم خدمات يا توحة. والنبي يا باشا مش جايبك ورا غير النظريات اللي بترصها ليل ونهار في كل حته دي. بنت يا فتحيه، هاتي المشروبات يلا بسرعه. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. حطي قهوة حضرتك مظبوط صح؟ اتفضل. وقهوة المتر سادة أنا عارفاها. اتفضل. الليمون بقى الوصاية للشيخ جلال، هتدوق بقى وتدعي لي. الله يكرمك. بألف هنا وشفا. حضرتك اتفضل يا ماما. بألف هنا وشفا. يلا. المهر والمؤخر كام يا حاج؟ المهر 50,000 والمؤخر 30,000. مش كده يا شيخ جلال؟ شدوا يا حاج شدوا. العروسة ليها وكيل يا حاجة؟ وكيل ايه يا متر؟ العروسة وكيلها ربنا، ومقطوعة من شجرة وانا اللي مربياها. ونعم التربية يا حاجة، ونعم التربية. مدتك يا عريس، مدتك يا عروسة. هات يا اخويا. طب بتعرف تكتب؟ خدي يا اختي. يمضي يا حبيبتي، يمضي. يلا. تسلم ايدك، تسلم ايدك. خدي يا متر. اتفضل. بالرفاوة والبنين يا حاجة ان شاء الله. الف الف مبروك. مبروك يا شيخ جلال. مش هوصيك بقى، مش هوصيك على خوخه، دي بنتي انا اللي مربياها، بنت غلبانه واميره. في عيوني يا حجه. الله يخليك، الله يخليك. مش يلا نجوم يا عروسه؟ طبعا يا اخويا، تاخد عروستك وتتهنى. الف مبروك بالرفاقه والبن. صوتي في بحر. يلا يا اختي، يلا. مش هوصيك يا فاهمه. الف الف مبروك، الف مبروك. خلي بالكم من بعض، طريق السلامة يا أحلى عرسان، والنبي 55، الله أكبر. بقى يا راجل يا ناقص يا غلط، جاي قدام الزبون وتقول لي العروسة ليها وكيل من إمتى؟ يا حاجة لزوم الشغل، ده إحنا تلاميذي. تلاميذي قوي، أنت هتودينا في ضهر بالتكخيبة. يعني عجبتهم الشقة ده سمكة؟ حلو قوي، أنت هاتهم لي بقى على المكتب. بقول لك ايه؟ اوعى تجيبهم من الشارع اللي فيه الاعلانات بتاعت مكتب السمسارة التاني، فاهم ولا لا؟ يلا، يلا اتكل على الله، سلام.
ما ينفعش كده يا هانم. لحظه واحده بس اديله خبر. جرى ايه يا ابو الكوامل؟ مش تشغل يا اخويا عندك ناس بتفهم وعندها نظر؟ هي مشكلتها ان عندها نظر بس نورك زغل العينيه شويه. انا اسفه يا استاذه ابو الكوامل، هي صممت تدخل على طول. لا لا لا، بتدخل في اي وقت، دي صاحبه مطرح. يلا اعمل لها عصير. حاضر يا فندم. ده العادي يا اخويا، بقيت استاذ وعندك مكتب الله يرحم يا بتاع الشمسيه. اه يا اختي، ما الشمسيه دي يا ابو قديمه، ومن فات قديمه تاه ولا يا برنسيسه. لم نفسك يا ابو الكوامل، ومبروك يا اخويا على المكتب. الله يبارك فيك. خير؟ عايزه شقه تمليك. يا صلاه النبي يا صلاه النبي يا صلاه النبي، وجالك قلبك تقول يا شقه تمليك؟ لا لا، عشان ارتحت قوي. بقول لك ايه يا اخويا، انا مش جايبني ورا غير النق والنبر ده، خمس كده وقول ما شاء الله، بدل ما اخد بعضي واطلع على مكتب واشوف سمسار تاني. الله 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 الله، ليه بس الالوان الغامقه دي على الصبح؟ انا عاوزه شقه خمس اوض في شارع جامعه الدول العربيه، يكون فيها حمامات ياما وبلكونات، وتكون بتشوف الشمس وبحر. وعاوزه كمان ايه يا بنتي يا توحه؟ اه عايزه المدخل بتاعها كله رخام ومرايات. شقه خمس اوض وفيها حمامات كتير، هتعمليها مستشفى صح؟ ما تبط وتكن بقى بدل ما اروح اشوف حد تاني. لا لا لا، ولا ايه؟ اديني اسبوع هجيب لك شويه شقق كده وانت تنقي. ماشي، خد ده العربون. يا صلاه النبي عليه الصلاه والسلام، بقينا نعرف العربون دلوقتي، كنا بنسميه زمان حسن. ماشي يا بتاع الشمسيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. جلسوا جلسوا. مين دول؟ دول زوجاتي. زوجاتك؟ انا افتكرتهم شغالات. ومنين بقى؟ السودان والفلبين وإريتريا. لا مش قصدي منين كده، منين يعني متجوزهم ومتجوزني؟ والله لو ما عاجبك ارسل لك ورقه طلاقك للحاجه تقى، توصلها قبل لا توصلي لها انت. هتطلقني وما تتجوزني يا نهار اسود؟ انا متزوج فتره بسيطه تبسطيني فيها، وفوق كل هذا يجيك اللي تبغينه، غير كذي مالك شيء عندي. فاهمه ولا ما فاهمه؟ فاهمه. طب يلا يلا خلصت. ايوه كذا، انا احبك فضلي. عالي قوي الصنف ده. قوي قوي يا سيد. اقعد يا واد على الارض يا منيل. معلمة بقى. لقمت الشاي؟ لقمته. ما حطيتش نعناع اخضر ليه؟ اهو ما حاطط زعرورة اهو. زعرورة؟ وانت عملت الحصان يا له. خلاص بقى فككم العوق ده، انا الفلوس اللي معايا خلصت، بقيت على الحديدة. اه ومين سمعك؟ اه وانا كمان بقيت على الجنط. حلو قوي، يبقى احنا كده عايزين لنا خبطة جديدة. ما تشوف لنا كام شقة من النوع المفتخر كده يا وز، عايزين نشتغل. اه والنبي يا معلم والنبي. بقول لكم ايه؟ انتوا لازم تتهدوا شوية. نتهد ايه يا وز؟ ده احنا مقشفرين واقعين من الدور ال 17. ما انت لازم يا اخويا تقع من ال 17، ده ممكن تقع كمان من السطوح. ما انتوا صارفين كل اللي ناهبينه على زفت الهباب اللي ساطيلكوا طول الليل والنهار. طب ما تشوف لنا سريقة دوبل كده يا وز، يمكن نروح نصيف السنة دي في جمصة. ما تاكلش بدماغي حلاوة يا اخوي، احنا لسه خابطين خبطة قد كده والعين بقت علينا. انا بأمرك يا وز، وانا جوزك وبأمرك. ايه ايه ايه؟ جوزك وبأمرك. جوز مين يا روحي؟ جوزك. حوش حوش، رجالة ما يختشوش. الله الله، فيها وز مش قدام العيال. خلاص يا وز خلاص، هي العملية دي وبعدين ناخد استراحة بين السرقتين. قوم بقى سيد، احب على روس الموديل عشان خاطر فطوطه. بوس ايدي زي الاجانب يا واد. خلاص. طب واحده بقى ملي. اه من بقى معلم، واحده كمان. انت اتجننت يا راجل؟ عايز ملي كمان يبوسني؟ لا انا اللي ببوس، الولاد بتتفرج بس. او النبي يا وز، عايزين نتفرج. يا دي نيله عليا، انا ايه اللي وقعني الوقعه السودا المهببه المطينه ب 60 طين؟ مين صحيح؟ معرفش. هلا والله. ايوه. اللي تبغيني قول.
كل اللي في الشيء احترس بيه. فكر الفلوس. ايه انا بدي بس شوي. ايه.